معروض عليها أدوار في السينما، وهتبقى نجمة مشهورة وهتنافس حسن شاكوش. ريم طارق خلاص الزهر لعب معاها والدنيا بدأت تضحك لها بعد ما انفصلت عن شاكوش، وبتقول ان في كذا حاجة معروضة عليها الفترة دي بس هي لسه ما اخدتش قرار. الشهرة برضو بتغير، فين ريم لما كانت بتقول انا مش عايزة شهرة، انا بس عايزة اخد حقي من حسن شاكوش، وما فتحتش السوشيال ميديا غير عشان تعرف ترد على كل حاجة بتتقال عنها. دلوقتي ريم لما متابعين قالوا لها ما قفلتيش الاكاونت ليه، قالت لهم لقيت ناس كتير بتحبني فغيرت رأيي. ريم قربت على 250,000 متابع، فكان لازم تفكر 1000 مرة قبل ما تقفل اكاونت الانستجرام اللي المفترض قالت هتقفله بعد حسن شاكوش ما يطلقها، لكن لقيت الرسائل بترف عليها من دول كتير والستات نازلين دعم فيها كل شوية، ومئات الرسائل اللي كلها حب وغرام ومدح فيها وفي جمالها وشياكتها. ريم حست انها خلاص بقى ليها جمهور ومتابعين، فصعب عليها تسيب كل ده، وبعدين بقى يتعرض عليها شغل واعلانات كمان من خلال الاكاونت بتاعها، يعني تبقى ممثلة وبلوجر مشهورة. هي كده كده خدت شهرة كبيرة بسبب جوازها من حسن شاكوش وطلقها منه، وبقى لها فترة ترند على السوشيال ميديا، وخاصة بعد الكلام اللي قالته عن شاكوش بعد ما طلقها. ريم قالت ان الموضوع مش موضوع خيانة خالص، الموضوع اكبر من كده بكتير، ودينيا واخلاقيا وانسانيا انا مش هقدر اقول، انا تعبانة نفسيا اقول لكل الناس بس مش هقدر اقول، لاني هبقى فضحت بني ادم وانا مش هقدر اشيل الذنب ده، الموضوع كبير ومش هقدر احكيه، انا تحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم جواز وانا بشوف كل يوم قصة وموضوع جديد، حاجات وحشة وشفت ابشع حاجات ممكن حد يشوفها، انا او غيري مش هنقدر نتحملها بعيدا عن الخيانة. حصلت حاجة واجهته بيها وقال لها هي دي عيشتي وهي دي حياتي، قالت له مفيش بني آدم عنده العيشة دي، قالت له أنا أسفة مش هقدر أكمل، الموضوع مش خيانة لكن دي حاجة بتتعمل وهي مجبرة تشوفها وهو بيعملها على حسب ما قالت. وقالت كمان ما كنتش هقدر ومش هجازف بنفسي لما قلت له لازم ننفصل وهمشي، قال لي ممكن نتكلم لكني قلت له مضطر امشي وهبعت اهلي لو احتجت حاجه هيجيبوها لي، وما اخدتش اي حاجه الا ترنج ليها. ولما حاولت ترجع تاني يوم عشان تلم لبسها قال الامن في الكومباوند محدش يدخلها رغم ان كل حاجاتها الشخصيه جوه عنده، مع العلم حسن شاكوش عرض عليها الصلح من خلال اهله لكن هي ما وافقتش تكمل معاه. كل المشاكل اللي تخطر او ما تخطرش على البال موجودة في حسن، وقالت كمان كل الصفات اللي مش حلوة في حسن شاكوش. كلام ريم ده زود لها عدد المتابعين وخلاها حديث الساعة، وده علشان الناس بتحب الفضايح، وهي فضحت شاكوش وخلت الناس يروحوا بخيالهم لبعيد، وبعد ما قلبت الدنيا ضد شاكوش هتبقى نجمة مشهورة في سماء الفن. تفتكروا ريم استفادت من طلاقها من حسن شاكوش ولا خسرت؟ شاركونا برأيكم.